بص هو دول الاثنين التانيين. اوكي قشطه كده احنا خدنا طيب واللي احنا ظبطناه بقى فين؟ اهو ده ماشي تمام تمام الكبات في الكيس زي ما هي تمام ده بيفري فلو شويه يعني بس هو محتاج يتظبط من ايه؟ من هنا انت بتعرف تظبطه لي ده؟ عايز يقل شويه بس لازم يبقى في تانك نركبه بص هو بدل ما هنعمل بلس نجيبه مثلا نشوف كده هيعمل فري فلو ولا لا اوكي اشطات تمام بالنسبة للريجليتر بتاعك بس أنا محتاج أغير